أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على ما يدل هذان الحديثان؟ الأول ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فقال أنس: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. والثاني ما رواه النعمان رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا الصفوف ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. نعم، واضح أن احتراف الصفوف وسد الخلل فيها أمر مطلوب بل واجب، لأجل يسد الفرج عن الشيطان، لا يتخلل بينهم فيشغلهم عن صلاتهم. لا تدعوا فرجا للشيطان، يقول صلى الله عليه وسلم. فتراص الصفوف لا شك منه، وتعديل الصف كما في الحديث لمحاذاة المناكب والأهوب، هذا مقياس تعديل الصف. إذا تحادت المناكب وتحادت الأكعب هذا اعتدالهم. ومسألة التراص أن يلصق كتفه بكتف أخيه وكعبه بكعب أخيه، لكن ليس معنى ذلك ما نراه من بعض الإخوان يفحج في الصلاة ويأخذ محل اثنين أو ثلاثة ويضايق اللي بجنبه من هنا وهنا. لا، إنه يقف وقوفا عاديا ويتقاربون فيما بينهم، بدل ما أنك تفحج خلوه يقرب منك ولا يبقى بينك فرجة. نعم.